أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذا البرنامج اليومي رسالة كوب 28. وفي رسالة كوب 28 لهذا اليوم، رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28 يشدد على ضرورة بذل الجهود للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري وخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030. لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، كوب 28 يحتضن جلسة حول التجارة العالمية. القطاع المصرفي في الإمارات يعلن عن التزام تاريخي بتعبئة أكثر من 270 مليار دولار في التمويل المستدام بحلول عام 2030. خلال مؤتمر صحفي لرئاسة مؤتمر الأطراف 28 في مدينة إكسبو دبي، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28 أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعبت دورا فعالا للغاية في مساعدة الرئاسة على تقديم أجندة مرنة قائمة على العلم، مشددا على أهمية بذل الجهود للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري وخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول العام 2030. 43% 43% من انبعاثات العالم يجب خفضها بحلول العام 2030. ونركز في نسخة هذا العام من مؤتمر المناخ على إيجاد الحلول الفعالة للتحديات المناخية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف. هناك تفاؤل بعدم إضاعة الفرصة وتقديم حلول واقعية بشأن أهدافنا المناخية. لقد قمنا بوضع أهداف عالية وهناك تفاعل إيجابي قوي من الجميع. وضمن الأجندة الرسمية للحدث العالمي الأكبر للعمل المناخي كوب 28، خصصت أبرز جلسات اليوم الخامس لمؤتمر الأطراف للتجارة العالمية، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، حيث أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الحركة التجارية العالمية للسلع والخدمات تحتاج الكثير من الالتزامات، حيث تعد مسؤولة عن حوالي ربع الانبعاثات الكربونية حول العالم، داعيا إلى تطوير الأنظمة التجارية التي تخفف الانبعاثات وأثر التجارة السلبي على المناخ. هنا نرى أن علينا أن نتخذ مقاربة تجمع كافة الأطراف وتركز على الأنظمة التي تساعد في الانتقال إلى اقتصاديات أكثر استدامة. أصحاب السعادة وسيدات والسادة، فإن هذه المقاربة ضرورية لضمان مستقبل التجارة العالمية والاستدامة، ونحن كوننا مركزا تجاريا عالميا يستقبل حوالي 2.4% من التجارة البحرية العالمية، فأننا نحرص على الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة، فقد عززت الإمارات قدراتها في الطاقة المتجددة أكثر من أي دولة أخرى حول العالم خلال السنوات الماضية. وجلسة أخرى عقدت في كوب 28 تحت عنوان العمل المناخي العالمي من خلال تعزيز التمويل المستدام، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي بأن الصندوق حريص على رؤية سعر الكربون يتزايد، وذلك لإعطاء أكبر حافز ممكن لإزالة الكربون. من جهته شدد مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي والرئيس المشارك لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري على أنه لا ينبغي للعالم أن ينتظر عقدا من الزمن، مشيرا إلى أن تقليل الانبعاثات يعد أمرا بالغ الأهمية للعمل المناخي. وخلال الجلسة المخصصة للتمويل، أشار خالد محمد بالعمة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بأن جدول أعمال مؤتمر الأطراف 28 سيكون مبدأ توجيهيا بالغ الأهمية في توسيع نطاق التمويل المستدام وإدارة المخاطر المالية ذات الصلة، وكذلك تحقيق الأهداف المناخية المتفق عليها دوليا.
هذا وأعلن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن التزام تاريخي بتعبئة أكثر من 270 مليار دولار أمريكي في التمويل المستدام بحلول عام 2030. الآن من المنطقة الزرقاء في كوب 28 بمدينة إكسبو دبي ينضم إلينا موفدنا بسام المدهون. بسام، لو تطلعنا على تفاصيل اليوم الخامس يعني لمؤتمر الأطراف. في اليوم الخامس من مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمناخ كوب في نسخته 28 هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتواصل الفعاليات والأنشطة في هذا اليوم، وربما من أبرز الملفات التي تحتضنها أجندة اليوم هو التمويل. التمويل هو العقبة الذي يتحدث عنها العالم، ولكن منذ بداية هذا المؤتمر وهذه النسخة ربما تم جسر هذه الهوة عبر صندوق الأضرار وعبر تمويله من قبل الإمارات، وعدد والحديث أيضا عن الوصول إلى يعني مستهدفات المؤتمر الحالي، وأيضا ما طرح وما خرج عن مؤتمر باريس للمناخ. بشكل أو بآخر كان اليوم هناك مؤتمر لوزراء المالية من حول العالم، أيضا عدد من المختصين فيما يتعلق بالمناخ والبيئة، حالة من ربما التضافر في الأروقة للحديث عن التمويل بالتأكيد، وعلى فيما يتعلق أيضا بالدول التي تفتقر للعدالة فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بشح المياه، أيضا بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التي أبرمت، أذكر منها ربما اتفاقية أبرمتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع كازاخستان، وأيضا مع الشركة الأمريكية تيرا باور فيما يتعلق بتعزيز الوقود اليورانيوم لمحطة براكة النووية، بالإضافة إلى تعزيز التكنولوجيا لحالة الربط الكهربائي في هذه المحطة. كل الفعاليات والمبادرات التي تسير في هذا اليوم وعلى مدار الأيام السابقة وما سيتبعه حتى 12 من ديسمبر تعكس بشكل أو بآخر أن هناك جهود دولية حقيقية لخروج هذه النسخة بشكل مختلف، وأنها يعني بكل تأكيد بحثا ومستهدفة بشكل أو بآخر وصولا للحياد المناخي والخفض البصمة الكربونية ولجم تداعيات التغير المناخي التي ألقت بظلالها الصعبة على مختلف دول العالم. شكرا جزيلا لك بسام المدهون. ومن المنطقة الزرقاء نذهب الآن إلى المنطقة الخضراء والتي تعتبر مركزا رئيسا لفعاليات وأنشطة المهتمين بقضايا المناخ في كوب 28. من هناك ينضم إلينا موفدنا محمود حمدان. محمود، إليك والتفاصيل. نعم، تحية لكم زملائي في الاستوديو، تحية لكم مشاهدينا من كوب 28 من المنطقة الخضراء، وتحديدا نحن في مركز التكنولوجيا والابتكار، نطل عليكم من منصة المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا لنستطلع معا لنتعرف على أحد المشاريع المعروضة وهو القمر الصناعي العربي، نتعرف أكثر عليه مع المهندس هنا. لو عرفنا على حضرتك. السلام عليكم، وياكم المهندس محمد التميمي من المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا الفضاء. طبعا نحن متواجدين في التكنولوجيا انوفيشن هاب 2 لعرض القمر الصناعي العربي 813 لأول مرة بالحجم الحقيقي. مثل ما تشوفون هذا القمر هو قمر أحد أهدافه أو الهدف الرئيسي هو مراقبة الأرض لتوفير دراسات متعددة ل 14 دولة عربية، راح يسمح لهم بالوصول لهذه البيانات لهدف رئيسي وهو الحد من التغيرات المناخية
وكذلك أيضا توفير فرصة للطلبة العرب بأن يكملون دراسة الماجستير وربط رسالتهم البحثية بالمشروع. بنهاية المشروع سيحصلون على خبرة من خلال مشاركتهم لنا في تصنيع المشروع في العين، وكذلك تخريجهم بشهادة الماجستير. لو تشرح لنا أكثر على هذا النموذج، هذا نموذج بالحجم الطبيعي وكأنه هو نفس القمر الاصطناعي صح؟ طبعاً وزن الساتلايت يصل إلى 230 كيلوغرام. متوفرة عدة عدسات في المشروع، منها العدسة الرئيسية هايبر سبكترال بيلود، وكذلك عدسة داخلية لتحسين الصورة تستخدم بنفس الفيلد اوف فيو، بمعناته انها راح تدمج الصورتين للوصول الى صوره واضحه ومفهومه، وكذلك مستخدمه بيلود اضافي لتحسين او توفير بما يسمى الاتموسفيريك كوركشن. هذه كلها تعمل كمنظومه واحده للوصول الى نتائج وبيانات واضحه وسلسه لكل المشاركين في المشروع ومن ضمنهم الدول العربيه. نعم، يعني اذا هو مشروع بحثي يدعم ابتكارات وابداعات الطلبه ويعطيهم فرصه للمشاركه في نادي الفضاء. اشكرك من هنا من جناح المركز الوطني للعلوم وتكنولوجيا الفضاء في مركز العلوم والتكنولوجيا، شكرا جزيلا لك من هذا المكان من مركز العلوم والتكنولوجيا في المنطقه الخضراء. اعود اليكم مجددا زملائي في الاستوديو. محمود حمدان من المنطقة الخضراء، شكرا جزيلا لك. لمواجهة أزمة التغيرات المناخية اتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة إجراءات صارمة، لعل أبرزها الصفقة الخضراء واعتماد قانون المناخ الأوروبي، وذلك بهدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% عام 2030. من بروكسل تقرير علي محمد أحمد نتابع. سياسة المناخ الأوروبية ترتكز على ما يعرف بالصفقة الخضراء، والتي تعتبر بمثابة استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة التغيير المناخي. البرلمان الأوروبي الذي أعلن حالة طوارئ مناخية منذ عام 2019 جدد تمسكه بضمان توافق جميع التحركات الأوروبية مع هدف الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية وضمان انخفاض انبعاثات الكربون بشكل مستدام. الموقف الجيوسياسي الذي نواجهه صعب ومعقد، ويتطلب دبلوماسية مناخية عالية وطموحات مرتفعة. التوقعات السياسية لمؤتمر كوب 28 تبدو مرتفعة، وعلينا أن نصل بالعالم إلى هدف درجة حرارة 1.5%، وأرى أنه يمكن تحقيق ذلك بالنجاح في دبي. منذ اعتماد قانون المناخ الأوروبي بات هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، والحياد المناخي بحلول عام 2050 ملزما قانونا. تطبيق هذا القانون يجب أن يقدم فوائد مثل هواء وماء وتربة أنظف وفواتير طاقة منخفضة ومنازل مجددة ووسائل نقل عام أفضل والمزيد من محطات الشحن للسيارات الكهربائية. الاتحاد الأوروبي يقترب من هدف الانبعاثات السلبية لما بعد عام 2050 ويشدد على فوائد الصفقة الخضراء. الصفقة الخضراء الأوروبية كانت نتيجة ضرورة ملحة لحماية الناس والكوكب، وقد وضعت في نفس الوقت لإرساء ركائز بناء ازدهارنا المقبل، ومنذ انطلاقها حققت بالفعل عددا من أهدافها. أمام مخاوف قطاعات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين من آثار سياسة المناخ على وتيرة العجلة الاقتصادية، اعتمد الاتحاد الأوروبي آلية الانتقال العادل التي من المتوقع أن تخفف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للانتقال الأخضر على العمال والمجتمعات الأكثر تضررا من هذا الجهد، مع تسهيل قروض القطاع العام لدعم الاستثمارات الخضراء قدر الإمكان. رغم تمسك المسؤولين الأوروبيين بسياسة رائدة في مجال الدفع بالحياد الصفري، فإن اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية يحد من الاندفاع في أكثر من دولة أمام ضغط القوى المشككة في سياسة المناخ والداعية
إلى جعل أهداف الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية. علي محمد أحمد، تلفزيون دبي، بروكسل. نهاية رسالة كوب 28 لهذا اليوم. مشاهدينا أشكركم دائما على حسن المتابعة وبأمان الله.